السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. بنتكلم اليوم عن دوائر التيار المتردد، والدوائر التيار المتردد بتشمل يا إما دائرة ملف حسي أو مكثف أو دائرة مقاومة، مقاومات مختلفة، أو بنستخدمها في تقويم التيار باستخدام الديود أو الوصلة الثنائية. النهاردة لما بنتكلم على دوائر التيار المتردد هنعملها مع جهاز الداتا ستوديو. جهاز الداتا ستوديو دي الوحدة الأساسية بتاعته اللي هو بتوصل على الكمبيوتر بديلا عن جهاز الاسكريسكوب، وهنشوف جهاز الاسكريسكوب بعد فتره. عندنا مصدر للتيار المتردد، بنيجي نعمل دائره الاولى اللي هي دائره مقاومه اوميه، احد المقاومات الاوميه، مقاومه اوميه ولتكن غير معلومه او معلومه. هنوصل المقاومه الاوميه مع مصدر التيار، طرف المقاومة الأمية نوصله مع مصدر للتيار المتردد، الطرف الثاني من المقاومة الأمية بناخده بجهاز الداتا ستوديو القطعة الرئيسية بتاعته، والطرف الأخير من مصدر التيار بنوصله هنا. يبقى أنا كده عملت دايرة كهربائية بسيطة للتيار الكهربائي. يبقى الطرفين دولت اللي هم يمثلوا فرق الجهد، بنوصلهم على المقاومة عشان تقيس فرق الجهد. يبقى الدائرة بتاعتي أصبحت عبارة عن فولتاميتر وأميتر. ده الأميتر وده الفولتاميتر، وتوصل على التوازي مع الدائرة. قبل ما نشغل بنوصل الكيبل مع جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب، وبنشغل برنامج الداتا ستوديو. بيظهر لي على طول علامة البرنامج بتاع الداتا ستوديو. بنشغل البرنامج، بيظهر لي هنا حاجتين اتنين اللي هو السورس بتاعي الكرنت والفولتج. ممكن يكون في بعض البرامج او النسخ باللغة العربية. بعمل هنا على تشغيل الجهاز على جهد معين ولكن 2 فولت او 4 فولت على تيار متردد، ان انا شغال في دوائر التيار المتردد، وابدأ اعمل ستارت. هيظهر عندي هنا قيم للتيار وقيمة للجهد، ولكن دي قيم لحظيه زي ما حضراتكم شايفين متغيره. من المنحنيات اللي هي لشده التيار والجهد بنروح على سكوب ونختار التيار، ومره ثانيه سكوب ونختار فرق الجهد. نشوف مع التشغيل هذا ظهر ادي فرق الجهد باللون الاخضر. ممكن اغير طبعا شكل الخط عشان يوضح. ادي فرق الجهد، وبسحب مع شده التيار. بقى المنحنيين الاثنين اللي هم عباره عن فرق الجهد وشده التيار، بتحكم في الساعة عشان اوضح الساعة. نشوف ان الاثنين هنا متفقين تماما في الطور زي ما حضراتكم شايفين. ده بيوضح لي ان التيار والجهد في منحنى الاول اذا كانت مقاومة اومية فبجد ان يتفق الجهد وشدة التيار في الطور، ده متزامنين الاثنين هما. ان كان بيختلف ممكن احدهم اكبر من الاخر، ولكن هما متفقين تماما في الطور، وده يقدر يوضح لي العلاقة الأولانية، علاقة المقاومة مع شدة التيار. بنفس الكيفية ممكن بدل ما أنا عندي مقاومة أومية نعمل صوت، بدل ما أنا عندي مقاومة أومية بغير المقاومة الأومية زي ما حضرتك شايفين مع ملف حسي. هي ملف كبير عشان يوضح الحس ذاته بتاعه. ممكن نستعين بقضيب من الحديد عشان نزود الحس ونوضح الحس بتاعه، ونبدا نرسم او نشغل الدايره. هيوضح لي زي ما حضراتكم هنا واضح ان في اختلاف او في فرق في الطور ما بين الاثنين. هنا بيوضح لي الفرق في الطور ما بين شده التيار، ادي شده التيار الاخضر، والحين الفولتج الاحمر في فرق في الطور بينهم. بيوضح اكتر لما نضع قضيب من الحديد داخل الملف. هيوضح لي او يتغير فرق الطور لو نلاحظ اثناء ادخال او اخراج الملف. نجد دائما ان فرق الجهد بيسبق شده التيار، فرق الجهد يسبق شده التيار، وطبعا بيختلف القيمه حسب وجود حس ذاتي او تيار حسي ممكن يعاكس التيار الاصلي. دي التجربه الثانيه. نعمل استقرار، بنستبدل هنا الملف الحسي بمكثف. ممكن عندي مكثف ثابت او مكثف متغير ايا كان شكل المكثف. انا واخد مكثف اهوت لو
حوالي 1000 مايكرو فراد ساعته، ونشوف ايه اللي يحدث في دائره شده التيار وفرق الجهد لما نحط فيها مكثف. واضح هنا ان دلوقتي التيار هو اللي بيسبق الجهد، التيار دائما يسبق الجهد، تيار وللجهد، تيار الاخضر والجهد الاحمر. هنا واضح ان التيار دائما يسبق الجهد بمقدار نصف دوره او ضايع على 2 90 درجه. وان كان نشوف ان احنا كده شفنا الثلاث دوائر، سواء دائره التيار المتردد فيها مقاومه صرفه وجدنا ان التيار يتفق تماما مع الجهد، او دائره ملف حثي وجدنا ان الجهد يسبق التيار، او دائره مكثف وجدنا ان التيار هو اللي بيسبق الجهد. كل الدوائر وضحناها على جهاز الداتا ستوديو او الكمبيوتر. ممكن في العرض نعرضها لطلبتنا مع الميزه ان انا اقدر اعرض على الداتا شو ايه اللي موجود هنا في الداخل. مثلا ان انا اقدر اعرض النتائج اللي انا بشوفها على جهاز الحاسوب، اقدر اعرضها لابناء الطلاب على شاشه العرض، توضح طبعا اكتر من لو انا عملتها على جهاز الاسكوب، فبتوضح لي ايه ده في دائره المكثف او اي دوائر للتيار باستخدام الداتا ستوديو. الشيء الجميل كمان ان انا ممكن اخزن عندي او احفظ التجربه بتاعتي من فايل سيف اكسبيرمنت، اي واحده فيهم سيف اكتيفيتي. انا هنا مثلا بستخدم دائره معينه، بكتب اسم الدائره اللي انا بستخدمها، سواء دائره المكثف مثلا سي مكثف، وبحفظها لان انا ممكن ارجع لها في اي وقت تاني. هجدها هنا محفوظه على الديسك توب بتاعي ان انا ارجع لها في اي وقت تاني. كل النتائج بتاعتي ممكن احتفظ بيها، وبكده يبقى انا بوفر مجهود ووقت، وبعرض النتائج بسهوله لابناء الطلاب وبيشاركوا معايا في التجربه. شكرا جزيلا.